هنسيح الكريمة ونحط عليها معلقتين قشطة، سهلة جدا، وهنقلب. يا إما قشطة يا إما كريمة لحد ما الخليط يفك من بعضه. لازم نقلب لحد ما الخليط يسيح. هنرجع تاني ندفي المية كده ونقلب. ماشي. طبعا الكيك هنرصه في القالب. دي اسهل طريقه ان انا بقولها لكم، ان الكيك ده انا عاملاه في البيت طبعا قبلها بيوم، ولسه قايله لكم على الطريقه بتاعته. هنرصه كده وبعدين ياخد شكل القالب، وبعدين هنسيح القشطه، الكريمه، الشوكولاته بالقشطه. معايا طبعا 800 جرام شوكولاته خام، عليهم علبة قشطة، بناخد منها على قد ما نقدر كده، تحس انها الشوكولاتة ساحت في قلب القشطة وديتنا طراوة اهي. لازم تسيح معايا. كل ما تتعب كل ما تديها معلقة قشطة. قربنا خلاص كده اهي. دي بديل الكريمه، يعني القشطه دي بديل الكريمه. عايزه تحطي كريمه حطي، عايزه تحطي دريم ويب اللي هي الكريمه الخفق حطي، بس لازم تكون ضرباها في حليب بارد مثلج لوحده، وبعدين بتسيحي الشوكولاته في الميكروويف وبتضيفيها على بعض. اهي سالحت معايا اهي. هنعمل بقى الكريمة التانية دي كده خلاص ساحت، خليها هنا كده. وهنعمل الكريمة التانية. الكريمة عبارة عن حليب على البارد ودقيق، هنحط 3 معالق دقيق مثلا، خليهم على الكبار كده، انا طبعا عارفة المعيار. هنحطهم على النار مع حليب البارد مع السكر والفانيليا. بنقلب الدقيق، هنجيب بس المضرب نستخدمه كده، ونقلب نحط حليب مع سكر، هنحط 3 معالق سكر، ادي معلقة، 2 3، ونقلب مع كيس الفانيليا. البشاميل زي اللي بتعمل زي اللي لسه قايلاه دلوقتي، هو نفس الحكايه، لازم الحليب يدوب في قلب اللبن الدقيق، يعني الدقيق يدوب في قلب الحليب. معلش اتلخبطت. خلاص طبعا المفروض الخليط ده يبرد عشان نحطه هنا. انا هحطه عشان الحلقه دلوقتي اهو كده، وحتى لو حطيتيه سخن هيديكي طراوه للكيك اهو كده. هنحط بقى القشطه خلاص اللي احنا سيحناها مباشره اهي.
خلاص على كده، وبتدخليها التلاجة لمدة ساعة ساعتين قبل الفطار.